اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه طبعا برحب بضيوفي الكابتن يحيى يوسف المدير الفني لفريق كره اليد سيدات. اهلا بك يا كابتن يحيى. اهلا بك يا كابتن يوسف. والف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ان شاء الله الدوري يا رب. ان شاء الله. برحب بسندس حشانه نجمه النادي الاهلي ونجمه طبعا المنتخب التونسي والمنضمه والمحترفه السنه دي مع النادي الاهلي. اهلا بك يا سندس. شكرا على الاضافه ومرحبا. شكرا ومبروك على البطولات. بارك الله فيك. عايشك. كابتن يحيى جيلك يمكن السنه اللي فاتت انت توليت المسؤوليه. نرجع شويه يعني فلاش باك كده. بعد توقف كورونا توليت المسؤوليه وحاولت بمجهود كبير ان انت تلحق الموسم اللي فات زي ما بيقولوا. أيوة. ولكن قد يعني ايه ما كانش صعب. كان فاضل كام جوله كنا متاخرين شويه. كلمني عن بدايه استلام مهمتك مع الفريق. هو طبعا انا استلمت في شهر 2 السنه اللي فاتت. كانوا هم خسروا ماتش سبورت في اسكندريه فتوليت المسؤوليه ولعبت ماتشين ثلاثه وبعد كده موضوع الكره ده دخل علينا واتقفلت الدنيا اصلا خالص يعني. وبدينا رجعنا تاني يوم 5/7 بالظبط كده وسقنا في البطوله طبعا. وكنا للاسف ان احنا كنا يعني فرق بيننا وبين فريق الشمس 4 نقاط فلازم كنا ان احنا نكسب كل الماتشات ونكسب الشمس عشان يحصل ماتش فيصل. كسبنا الحمد لله كله بس ما عدا ماتش الشمس طبعا ربنا ما وفقناش وساعتها يعني. وكان يعني الماتش ده في نادي الشمس وكان في نادي الشمس وكان الدنيا ماشيه وكل حاجه بس طبعا كان عندي اصابات طبعا وكانت مكمله طبعا وكده وموضوع اللي برضو اللي احنا وقفنا وكانت سندس مش موجوده كمان. لا مش موجوده يعني طبعا مش موجوده طبعا. وكانت غدا برضو حسام وغدا مش موجوده طبعا وكان في اصابات عندي والحد كلها فما قدرناش يعني ان احنا نكسب الماتش ده عشان يحصل ماتش فيصل. بس احنا كان عندنا اصرار ان احنا كنا عايزين نكسب يعني بس فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. فبس بعد ما خلص الماتش ده وكده قررنا ان احنا خلاص وقعدت مع البنات وان احنا هدفنا خلاص ان شاء الله نرجع تاني اول زي العادي اصلا ده بتاع النادي الاهلي ان هم بنات النادي الاهلي سيدات هنبول اللي هم ابطال من زمان جدا 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 دايما بيحرزوا ال3 بطولات وال4 بطولات بالسوبر كمان. فكلمتهم في الحته دي يعني ان هم لازم نرجع تاني لبطولات النادي الاهلي وده جزء كبير حصل يعني وكده طبعا اضافه طبعا سندس اضافه غدا حسام طبعا فعمل اضافه مع الحمد لله شغلنا وكده حصل. لا ده انا هخش معاك بقى في الموسم الجديد بس ده كانت يعني لقطه سريعه كده مع بدايه الموسم واللي تعرضت له مع بدايه الموسم ده. وخليني برضو سندس يعني مش هقدر اقول لك في البدايه يعني تقييم تجربتك مع النادي الاهلي ازاي؟ الحمد لله معناتها كانت تجربه حلوه برشا وفرحانه برشا معناتها كلك سواء يعني في الروح الفرقه في الامبيونس ما بين اللاعبات في يعني العزيمه وحب الانتصار وتحضير الماتشات. الحمد لله يعني كانت يعني تجربه حلوه قوي. ندمانه ان انت جيتي ولا مبسوطه؟ لا ايه ده انا مبسوطه قوي والله. يعني ان شاء الله نشوف ممكن نشوفك سنه واثنين وثلاثه معانا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء يعني الله. اكيد يعني انت قبل ما تيجي النادي الاهلي كان في كلام وسمعتي واكيد ده التجربه دلوقتي فانا كان يهمني اعرف عشان يعني اللاعب لما بيقعد شهر واثنين وثلاثه في النادي الاهلي اكيد التجربه بتبقى اكيد يعني غير ما بيسمع. اكيد بطبع انا سمعت يعني وسمعت حاجات حلوه قوي وكنت متشوقه اني اعيشهم الحاجات دي بس لما عشتهم كانت احلى بكتير. عارف والله الحمد لله ومبسوطه قوي وان شاء الله يعني نكملوا نحصدوا الالقاب مشان الجمهور يفرح ونعيشوا الاجواء دي لانه احلى اجواء هنا اجواء الجماهير والفرحه بتاعتهم وكده وان شاء الله ربنا يكرمنا ونوصله كده ان شاء الله. طيب احنا جهزنا تقرير اعزائي المشاهدين عن طبعا الفريق وعن بطولاته السنه دي. خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. نجح الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني يحيى يوسف في التتويج بلقب بطولة منطقة القاهرة على حساب نادي الشمس في النهائي الذي أقيم أول أمس على صالة المركز الأولمبي بالمعادي ليحقق المارد الأحمر لقبه الثاني خلال أقل من شهر بعد فوزه بلقب بطولة كأس مصر على حساب غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 27-20 في اللقاء الذي استضافته صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. و
واستهل النسر الأهلاوي رحلته في استعادة لقب بطولة المنطقة بالفوز على المعادي 25-12، ثم تبعها بالفوز على الجزيرة بنتيجة 31-12، وأعقبها الفوز على الطيران بنتيجة 35-24، ثم اكتساح هليوبوليس بنتيجة 35-10، قبل أن يهزم هليوليدو بنتيجة 23-9، وتلاها الفوز على الزهور بنتيجة 24-8، ثم كان مسك الختام أمام نادي الشمس بنتيجة 22-19. وكانت المباراة النهائية أمام الشمس ملحمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عقب عودة الفريق من التأخر في النتيجة مع نهاية الشوط الأول 12-10، قبل أن يعدل الفريق من أوضاعه ويحقق الفوز والتتويج باللقب الغائب عن خزائن الأهلي منذ عام. ويأمل الشياطين الحمر في حصد لقب دوري العمومي لتحقيق الثلاثية وعودة البطولات من جديد لأحضان العملاق الأهلاوي، والذي طالما هيمن على بطولات كرة اليد المصرية النسائية. أهلا بحضراتكم من جديد يا كابتن يحيى. يمكن أجل حضرتك لما بتتفرج على التقرير، أكيد ده مجهود شهور وأيام. أكيد من أول ما بدأت الموسم، خلاص الموسم الصفحة القديمة اتقفلت والصفحة الجديدة اتفتحت، كان أكيد ليك استراتيجية معينة عايز توصل لها. إيه الاستراتيجية اللي اشتغلت بيها؟ هل دعم اللعيبة بس، ولا هل برضو في شق فني؟ أكيد جزء منه دعم اللعيبة طبعا، السكاي سوندوس وغادة اللي هم اضافوا على الفريق طبعا، والحاجة التانية اللي هو سيستم اللي أنت كبنات داخل تخش البنات فيه نظام تاني جديد، غير كمان غير لما جيت، اللي هو الهدف بتاعنا ايه. الهدف بتاعنا استعادة التلات بطولات بتوعنا او الاربع بطولات بتوعنا، ده مش هيجي بالكلام، ده يجي بالفعل، واكيد ده باين في النتائج، باين في طريقة اللعب بتاعتهم انها اتغيرت، اللياقة البدنية بتاعتهم، الخطة اللي هم بيعملوها، الشكل التكتيك لحد كلها هم بان عليهم. الكلام ده مش كلامي انا كابتن، يعني انت يمكن ما مرنتش سيدات قبل كده، كل شغلك كان مع الرجال والولاد. أيوه. فتجربه جديده، اكيد انت ممكن كنت تبقى الان، وهل اللي بيطبقه مع الولاد والرجال ينفع تطبقه مع الانسات والسيدات؟ صعب يعني برضو فكر. لا هو صعب. ينفع بس مش 100%، يعني القوه والسرعه هي اللي يختلف، بس المهاره لازم تدي مهاره، هي المهاره هي بتفرق، بس القوه والسرعه. اما المهاره طبعا الولاد او الرجال اقوى بكتير كدوري وكنظام اكبر، ولحد كلها كمان ده طبيعي ان في حتى الفرق اكتر. الاهلي وزمالك كاس مصر الفاينل بالظبط. فطبعا احنا اشتغلنا على الكلام ده، وانا بكلم الولاد دايما، يعني بدي محاضرات دايما ولحد كلها، ان هم كمان دخلوا في سيستم جديد، ان هو عليهم اول مره، ان هو بقى ان المرشاط بتاعتنا دلوقتي بقى فيه محلل اداء، ان هو يقطع المباريات ونشوفها ونشوف اخطاء. ده كان سيستم جديد عليكم صح يا سندس؟ يعني بتالي لا مش سندس بس بتهيألي كان جديد على اللاعبات، يمكن موضوع التأقلمية جديد، اللي هو بقى فيه نظام، فيه سيستم ماشيين عليه. كان مثلا لو احنا في معسكر رايحين بطوله، يسحب بميعاد، في محاضره فيديو الساعه كذا، في محاضره نظر الساعه كذا. خدت سيستم الولاد طبقته؟ اكيد. ما هو انا شايف ان هو السيستم لازم يكون واحد. صحيح ان السيستم بين الرجال والسيدات هو واحد المفروض، والهاندبول المفروض ان هو واحد، مع اختلاف طبعا الفروق الفرديه بين الولد والست. يعني هو طبعا اقوى واسرع بتاع، بس في اوقات بيبقى اللعب، يعني لعب السيدات بيبقى امتع. يعني سندس يعني في اوقات مثلا نقول كره الطائره، مثلا كره الطائره في السيدات بتبقى امتع من الرجال. ليه؟ لان الرالي بيبقى طويل، النقطه بتقعد وقت اطول، الرجال رفعه تلاقي النقطه بتخلص في دقيقتين ثلاثه لان الشوط اقوى. خليني بس اجي لك حته، ان انت اثناء الموسم اتفرجت على كل الفرق، انت خدت وقت قبل ما تشوفي ايه كل الفرق، حسيتي في لحظه ان ممكن في فرقه تقدر تكسبنا؟ والله في الحقيقة لا، لأنه الحمد لله يعني لو تشوف الفرقة بتاعتنا، فرقة يعني بتعرف تلعب هاندبول، بتعرف هي بتعمل إيه، يعني مش يعني بتروح تلعب مباراة كده وبس، لا ما شاء الله يعني عندنا الإمكانيات الكل كاية، مع ما شاء الله معناتها مع الكابتن يحيى بيعطينا خبرات اللي هو اكتسبها ويوظفها لنا، ومع إحنا بنطبق التعليمات صح بإذن الله، يعني ما فيش. يعني أنت حسيتي لما اتفرجتي على الشمس والزمالك والفرق، كل الاحترام طبعا لكل الفرق، أكيد بس حسيتي ان احنا لا احسن؟ اكيد يعني، ويمكن الفرق الوحيد انه في روح مثلا. يعني مش عارفه، يعني الروح هي اهم اي حاجه بالطبع. بس
يعني الفرق بيننا احنا والفرق الاخرى انه احنا بنشتغل اكتر، تعبانين اكتر، والحمد لله اكيد والحمد لله يعني انه ربي كرمنا بالبطولتين دول، وان شاء الله يكرمنا كمان بالدوري ان شاء الله. طب اقرب الفرق اللي انت شايفاها يعني ان احنا مبارياتنا معاها بتبقى كلوز جيم، وشايف مين اكتر فرق؟ والله العظيم انا مش عايزه افرق بين الفرق، بس لاحظت انه سبورتنج بتلعب هاندبول نظيف، فاهمه؟ بالضبط، فرقه محترمه قوي، ويعني يمكن هي يعني شايفه عاجبك اسلوب لعبهم وعاجبك طريقه لعبهم وكده يعني. طب قولي لي انت برضو احترفتي في اوروبا طبعا وقعدتي سنه او اتنين، شايفه اختلاف ما بين السيستم في النادي الاهلي وفرق اوروبا؟ يعني انت اكيد اتعاملتي على مستوى اوروبي، هل شايفه ان النادي الاهلي بيطبق الفكر ده في ادارته سواء في اليد او في الالعاب الاخرى؟ والله شو يعني بالنسبه للاختلاف، انه في اوروبا يعني شغلهم كرة اليد مهنة. يعني مهنة تدريب صبح ومساء وكده، غير يعني في الدول العربية بصفة عامة كلهم كده يعني مجرد هواية وبس، فهمة؟ يعني هما بيشتغلوا مع المنتخب وكده بنظام واحد، يعني بيواصلوا دراسة رياضة مشان يفضوا يعني الوقت للهاندبول، يعني بخلاف أصلا لأن المدن العربية كلها بصفة عامة، فهمة؟ مش النادي الأهلي بس يعني في البلاد العربية يعني سيستم نادي الأهلي يعني زي السيستم الأوروبي يعني في النظام وكده، غير نقص شوية يعني مش فاهمة زي ما قلت لك، لأنه شغل فاهم كرة اليد. بالضبط كده وبس. انت شايفه ده الاختلاف الوحيد؟ ودي سيستم ده ملوش يعني ملوش علاقة، عشان كده الاتحاد الدولي يا كابتن يمكن يعني مش أكبر ألزم الاتحاد المصري إنه يعمل عقود احتراف للاعبات. شايف القرار ده إزاي؟ هو طبعا قرار جيد جدا ان هو يحصل طبعا عقود احتراف، عشان كمان يبقى فيه جديه كمان، عشان كمان اقدر اعمل ثواب وعقاب. وكمان النادي الاهلي كان اول نادي يطبق ده. احنا اصلا كده اصلا اوريدي عاملين عقود، ونطمح طبعا ان شاء الله الفتره الجايه كمان ان هي نزودها ونعليها طبعا لحد كلها، عشان يبقى فيه سيستم كمان ويبقى فيه ثواب وعقاب، ان انا لو كل ما يكون في عقد لحد كلها اقدر كمان اتعامل مع البنت اذا كان في خصم لحد كلها، واقدر كمان ودي فيه مكافاه والكلام ده كله، فيبقى فيه ثواب وعقاب. هي دي طبعا بتفرق كمان ان هو يكون في قاعده كمان، ان انا اول نادي في مصر في الهاندبول يجيب كمان محترفه. اتمنى كمان الانديه كمان الثانيه تجيب محترفه اذا قدرت تجيب محترفه، عشان الدوري قوي وكمان المحترفات يدوا خبرات للاعيبه المصريه اللي احنا برضو محتاجينها، ان احنا ما بنشاركش في الدول بطوله افريقيه او عالميه، فده بيفرق معانا كتير جدا. شاركنا على مستوى الناشئين والناشئات كمنتخبات، بس ما شاركناش على الانديه بمستوى كبير. واتمنى ان الفتره الجايه ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله، واحنا كنادي اهلي نفسنا طبعا ان احنا نشارك كمان بطوله افريقيا كمان، بس احنا عايزين نشارك بس بهدف، مش مشاركه وخلاص، احنا عايزين نشارك ان احنا ناخد. يبقى احنا علينا برده على ميداليه، لو لازم يكون قدامنا هدف. انا النهارده ما بشاركش بقى كتير، بس عايز قدامي هدف، ممكن اخش اول دوره تاني لحد كلها قدامي، يبقى في بلان قدامي ان انا ان شاء الله كمان كام سنه هحرز لحد كلها، بس دي هتيجي بالخبرات، هتيجي برده ان انا ممكن كمان لو سندس معانا نجيب واحده كمان محترفه كمان، مع ممكن واحده كمان ممكن عندنا كمان بالظبط نخش في المربع اكيد في بطوله افريقيا. واكيد الكلام يعني بدون صوت الشوط يعني يا كابتن، احنا نتمنى مشاركه النادي الاهلي في افريقيا. اعزائي المشاهدين، لازم نطلع فاصل سريع وارجع نكمل حوارنا مع ملكات اليد في مصر. اهلا بحضراتكم من جديد. سندس اجيلك، مين اقرب اللاعبات ليك؟ يعني مين اللي بيبقى معاكي في المعسكر؟ لا انا ببقى مع اسراء، بحبها قوي. بس رفيقتي كمان امينه بحبها قوي. بس انت بتقعدي يعني اللي معاكي في الغرفه في المعسكرات اسراء؟ بص، هو عكس انه مين معاكي في الغرفه، لانه عايزه الهدوء وكده ونام، عكس انه يعني الجو كده وبرات الغرفه. انت بتحبي تنامي بدري؟ انا عارف. اكيد لازم اريح، حتى لو ما نمتش لازم كدا؟ اريح. اسراء تحب النوم. تحب النوم. كويس. يعني مجمع على موافقه يعني. طيب برضو خلينا نقول انه يعني اكيد الحب اللي ما بين اللاعبات والروح اللي بتبقى موجوده بيبقى اساسها بصراحه بيبقى الجهاز الفني، لانه لما يبقى في عدل واللعيبه بتلعب وانت شايفه ان الامور ماشيه بالتساوي بيبقى في روح كويسه. الكلام ده موجود في فرقتنا؟ اكيد لا موجود. لو تشوف يعني انت نادي الاهلي هي الفرقه الوحيده اللي يعني زي اللي بيلعب زي اللي على البنك يعني. بالظبط، ويعني والكابتن يحيى عم يغير اللعيبه، كلنا بنلعب، ما فيش ولا ماتش ما فيش واحده ما نزلتش ولعبت وكده. الحمد لله انه في يعني روح وكده، وهذا نقطه قوتنا احنا كنادي اهلي. طب سندس معلش عايزك تقولي الو، تعرفي مين معانا على الهاتف؟ قولي كده. الو سندس.
مين؟ نصر. نصر عيد عبد الملك كابتن الفريق. ازيك كابتن نصر؟ الحمد لله. ازيك طبعا. خلاص سندس بقت خبيره في الاصوات، خلي بالك يعني، لو قلت الو بس مش لازم تقول ازيك يا سندس هتعرفي. طبعا. ازيك يا نصر عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ازي حضرتك؟ الف مليون مبروك على البطولتين، وان شاء الله الدوري يا نصر زي ما وعدتينا ان شاء الله يجي باذن الله السنه دي باذن الله. والله يا كابتن ربنا يخليك. والله تعبتوا انتوا الفتره اللي فاتت يا نصر. والله الحمد لله. يعني احنا السنه اللي فاتت كان عندنا زي تروب كده، خسرنا 3 بطولات ودي كان عمرها ما حصلت وكده، فان احنا نرجع بطولتين في اقل من شهر فدي كانت مديانا قوه ان احنا نحاول نرجع تاني الدوري. كل ماتش لينا بالنسبه لنا ماتش ككاس لينا لازم نكسبه علشان ناخد البطوله وكده. مستعدين كويس قوي، استعدينا لبطوله الكاس واستعدينا لبطوله القاهره، وان شاء الله عندنا استعداد قوي قوي لبطوله الدوري ان شاء الله، ونقدر نرجع الدرع باذن الله ان شاء الله. طب نصر كلميني عن اللحظات الصعبه يعني اللي شفناها في الموسم، يمكن كمان شفنا بعد ماتش الزمالك فرحتك كانت شديده جدا جدا جدا، يعني كلميني عن اللحظات دي. والله بص، يعني هو طبعا انت عارف ان الماتش زي ده بيبقى ديربي طبعا، هما السنه اللي فاتت برضه لعبوا فاينل واحنا ما لعبناش، فدي حاجه بالنسبه لنا كانت صعبه جدا. الماتش دوت هما فرقه كويسه، يعني فرقه بتنافس، يعني قدامها 2 3 سنين يبقى ليهم مستقبل، يقدروا يحافظوا على الكيان بتاعهم وكده وعلى المستوى السني بتاعهم، فرقتهم فرقه كويسه جدا. احنا هنا النادي الاهلي دايما بيساعدنا ان احنا لازم نرجع تاني، بنرجع بقوتنا، نرجع نحافظ على البطولات تاني وكده. فطبعا الماتش ده كان بالنسبه لنا كان صعب جدا، لان احنا اول بطوله لينا كنا لازم نحافظها، وكمان بنلعب اللي هو النادي بتاعنا المنافس اللي هو نادي الزمالك وكده، فالمباراه بالنسبه لنا كانت مباراه مهمه جدا، فان احنا نقدر نكسبها يعني. فالحمد لله. يمكن ده تفسيرك فعلا للفرحه الشديده، تفسير منطقي للفرحه الشديده بعد المباراه. طب كلميني، انت بتتواصلي مع مروه عيد عبد الملك على طول ولا لا؟ كنت على طول. لا كل يوم ولا يعني على ما تفرج؟ لا لا كل يوم. لا كل يوم طبعا متواصل مع مروه طبعا كل يوم. متابعه ماتشاتها، اخبارها ايه؟ طمنين عليها. والله تمام الحمد لله. هي ان شاء الله هتلعب سيمي فاينال كاس فرنسا دلوقتي الحمد لله، بقت هدافه الدوري الفرنسي. مروه ماشيه بشكل كويس، بتلعب ال5 ماتشات اللي هم دي اوف اللي هو من نظام الدوري عندها السنه دي، ان شاء الله ماشيه بشكل كويس في الدوري وكده، وان شاء الله تقدر جيب مركز كويس السنه دي في الدوري الفرنسي ان شاء الله. ان شاء الله. نصر عيد عبد الملك كابتن فريق كره اليد للسيدات بنادي الاهلي، بشكرك نورتيني وشرفتيني يا نصر. كابتن يحيى، يمكن نصر من اللاعبات او كابتن فريق نموذجي. بص نصر طبعا كابتن فريق طبعا، واي كابتن فريق النادي الاهلي حاجه كويسه طبعا، وتبقى حاجه شرف لاي لعيبه ان هي تبقى كابتن فريق النادي الاهلي. نصر طبعا السنه دي طبعا غير السنه اللي فاتت، السنه دي بصراحه شايل حمل كبير كان جوه الملعب وبره الملعب. نصر كانت بتلعب السنه اللي فاتت او السنه اللي فاتت كمان كان عبء عليها كمان ان هي تلعب خط خلفي، السنه دي غيرت لها مركزها ان هي تلعب سنتر فيرود، واجادت بطريقه رائعه طبعا ان هي اجادت كويس جدا كمان. يعني انت غيرت لها المركز كمان المركز وهي اجادت فيه بصراحه، يعني هي فرقت كتير جدا معاها ان هي تلعب في المركز ده، وحفظته بسرعه جدا جدا جدا. وحتى كمان كان عندي اصابات في الوينج ليفت الفتره اللي فاتت دي كلها، وحتى لعبتها في ماتش الشمس اللي هو نهائي دور ال لعبتها وينج ليفت. وينج مش وينج ليفت، وكان مذاع واجادت يعني لعبتها في مركزين غير مركزها. هي بتلعب خط خلفي، يا باك يمين يا باك شمال. كان سنتر كان سنتر شمال وسنتر هاف. لا لعبتها سنتر فيرود. سنتر فيرود انا اسف. يعني حتى في الماتش الاخير بتاع الزمالك اللي هو نهائي الكاس ده كانت بتلعب سنتر فيرود. ماتش الشمس اللي هو الاخير برضه في بطوله الدور الثاني كانت بتلعب وينج. ودي انا شايفها دي. بص اللعيب يعني يلعب اكتر من مركز، انا شايفه لقطات من ماتش الشمس دي ميزه. انا عندي مثلا سندس هي اصلا سنتر باك سنتر هاف يعني، بس ساعات بلعبها باك ليفت فعلا. يعني ساعتها بس دي بتبقى ميزه ان اللعيب يبقى عنده اكتر من مركز. انت لما تكون بتختار تيجي لعيب، لما اختار لعيب في مركز واحد ولا ممكن لعيب يلعب له مركزين، او بيجيد في مركز 100% ومركز ثاني مثلا 80%، ده بتحطه في اولوياتك اصلا. طبعا طبعا. فدي بتبقى حاجه كويسه طبعا. غير طبعا دلوقتي ان اي تعليمات دلوقتي من اللعيبه والحاجات كلها لازم طبعا كابتن الفريق هو اللي بيديها للعيب. اذا كان في جروب مثلا عندنا بالظبط، مثلا في تعديل ميعاد الحاجات كلها، لم الفريق، اتكلمي مع الفريق، مواعيد التمرين، مواعيد الجيم، مواعيد الاكل، الكلام ده كله بقت هي خلاص هي. نصر ما بتهزرش في الحاجات دي خالص. طب خليني اسالك يا سندس، انت جوزك لعيب كوره صح؟ احنا كنا اتكلمنا في الحلقه اللي احنا رحبنا بيكي، انت اهو في ارض الملعب وبتلعبي فعلا سنتر هاف صح؟ مظبوط كده.
كلميني عن اخباره ايه، كره القدم الدنيا ايه؟ يعني انت لما جيتي هنا انا بتكلم ان احنا اتقابلنا بعد 3 4 شهور، الدنيا مشيت زي ما انتم متخيلين ولا ايه الوضع؟ لا في الحقيقه تغير، يعني كل شيء تغير. يعني هو المفروض كان راح يجي وهيلعب هنا كره قدم، بس الحمد لله وجهته اتغيرت خلاص، صار مدرب دلوقتي. فعلا والله هو اصلا كان بيدرب يعني في تونس، بس يعني لانه الدنيا ما ظبطتش معه، لانه يعني اجى في ريكروتمون في الانتداب، في اخر الانتدابات خلاص، انتدابات خلصت خلاص، الموسم خلاص. بس الحمد لله يعني هو مش شخص انه ما بيحبش يبقى، ما بيسويش اي حاجه. يعني راح ودور كده. في تونس ولا هنا؟ لا هنا دلوقتي، هنا كمان هنا. الدنيا اتغيرت خالص اكيد. لو راح تونس انا جاي لك المستقبل، خدي بالك دلوقتي. خلاص يعني والحمد لله، لقى يعني شغل كويس محترم وكده، وان شاء الله عم يطمح اكتر وعم ياخد في دورات كتير دلوقتي. اصلا وان شاء الله يعني يكون في، يعني بيقدر يمرن فريق محترم وكده ان شاء الله. بياخد دورات مع الاتحاد المصري هنا. مواظب بكل حاجه. طب قولي لي برضو، خلي بالك ده يعني بتبقى حاجه كويسه انه بدا تدريبه في مصر. اكيد. يعني خلي بالك ان مصر برضو يعني على مستوى مصر، تونس، المغرب، الدول الكبيره في شمال افريقيا دي بيبقى السي في كويس. بالطبع هو اصلا عنده خبره يعني في تونس، تدرب كمان في تونس، بس الحمد لله راح يكتسب اكثر هنا ان شاء الله. قولي لما جيتي عملتي يعني بداتي توصلي طبعا للاشقاء التوانسه هنا في مصر اللي موجودين. يعني برضو اكيد يعني في الفن، في الرياضه، في اخواتنا التوانسه، توصلتي مع حد؟ بس معروف انه اسامه الجزيري هو هنا اصلا طبعاً. محترف طبعاً. الاهلي طبعاً. وفي اول واحده تعرفت عليها كانت لاعبه في فرق منافس لنا، تونسيه يعني. فعلا. امها تونسيه ومتجوزه مصري هنا، ويعني عمل تحكي معايا تونسي، فرحت قوي. خلاص يعني تعرفت عليها والحمد لله. يعني تونس مليانه التوانسه هنا كتير طبعا. مصر طبعاً. مصر وليكم معزه كبيره جدا جدا يعني. واحنا كمان يعني والله في تونس هنا بامانه ما بحسش ان احنا حتى لما بنروح ان احنا في غربه. بالظبط. والله الحمد لله. رغم بعد المسافات بس نحس ان احنا شعب الحمد لله نفس العادات والتقاليد وكده. ما هو العلم ده كان من ضمن اسباب اختيار كابتن يحيى ليك. يعني هو قال لي في لما قابلتك فاكر واحنا على باب النادي، قلت لي لا انا كان ليا اختيارات في سندس معينه. اختيار سندس هو الكلام ده من شهر 3 السنه اللي فاتت، يعني شهر 3 السنه اللي فاتت، مش الموسم من بدايه 7 اللي فات. فات اول ما مسكت والكلام ده كله كلمتها وكلمت محمد زوجها بحيث ان تيجي والكلام ده كله. اختيارك انت شفتها وعارفها وعايزها. طبعا اكيد لازم. يعني مش ترشيحات. لا انا قصدي اقول عينك اللي شفتها. لا ما هو ما فيش حد خالص كان ليه يد في الترشيحات، انا بس انا اللي اخترتها، انا اللي شفت مبارياتها وشفت الماتشات ليها وهذه كلها، وانا كان اختيار اللي انا عايز للمركز ده. انا عندي في المركز ده كذا واحده كمان، يعني عندي مثلا اسراء اللي هتبقى معاك، وعندي مريم، بس انا كان اضافه برضو لسندس وحياته كلها، لان المركز ده من اهم المراكز اللي موجوده في الهاندبول، اللي هو ده العقل المدبر او بيركز في الفريق. فكان اختياري شفتها وكلمتها هي ومحمد، كان في لسه شويه مش مشاكل كان عندها هي ان هي مش عايزه تطلع من تونس ولحد كلها يعني وكده. فبصراحه انا اصريت او زنيت بصراحه على محمد، وهي زريت كتير. فضلت لا انا كنت يعني مركز معاها جدا، وان انا حابب ان هي تبقى موجوده الفريق. طبعا انا مش هجيب حد ما بيفيدش فريق. لا وقتها يعني انت كنت شايف ان هي دي الاضافه القويه اللي انا عايزها، انا خلاص مش هبص لحد تاني. لا مش هبص لحد تاني اصلا، انا عايز المركز ده. فكان تركيزي كله معاها، حتى انا ما شفتش حد تاني يعني اترشح لي حد تاني او كل حاجه. يعني كان معانا يعني لقاءات كتير في الماتشات بنعمل مع كاميرا الابطال، اللاعبات قالوا ان سندس دخلت بسرعه وسط الفرقه بسرعه يعني ما خدتش وقت منسجم. هي كان عليها عامل كبير جدا، والبنات عليها عامل كبير جدا. يعني هي دخلت بسرعه بشوشه، هي طيبه جدا والحد كلها هاديه. طبعا البنات طبعا فرق، طبعا اللغه بسرعه جدا والحد كلها، وهي هاديه فدخلت جوه الفريق بسرعه جدا. شفت انت التعليقات وكاتبين لسندس برشا يا مدلل، يعني ما واخدين البنات التونسيه ويعني وشايفين سندس هي رمز هذه الاغنيه. لا هي دخلت كمان بسرعه جدا سندس في ما شاء الله، تحس ان هي وحد كلها، ودخلت كمان مع الجهاز. يعني الجهاز طبعا بس من 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 القناه طبعا بحيي كل الجهاز اللي معايا بصراحه طبعًا. يعني انا معايا 9 افراد بصراحه بشكرهم جدا جدا على الفتره اللي فاتت دي كلها، وان شاء الله كمان الاسبوع ده ونشتغل كمان على بطوله الدوري وناخد بطوله الدوري طبعا.
بشكر جميع اللاعبات بصراحه اللي ما جوش معانا طبعا النهارده، بشكرهم واحده واحده، وان شاء الله يبقى عندنا روح ان احنا نكسب كمان ان شاء الله الدوره المجمعه الاولى والثانيه ونحرز الثلاثيه ان شاء الله. طب قولي يا سندس، انت امبارح كان عندك تمرين ولا تابعتي الحدث الكبير اللي حصل في مصر اللي هو كان عندنا تمرين احنا بس يعني حرصت اني اتفرج فيه، كنت عايزه احضره مباشر بس ما حالفنيش الحظ. شفتي على اليوتيوب؟ شفتي؟ طب تحفه والله، تحفه قوي والله، وان شاء الله يعني قبل ما اسافر تونس اروح للمتحف ده وتفتل كده وشوف. طب انت لما اتفرجت عليه وشفتي العرض الاوبرالي الكبير وشفتي خروج الموميات؟ لا والله عرض عالمي والله، يعني نظام حلو قوي ويعني استراتيجيه حلوه قوي والله. تعرفي ان كل اللي انت شفتيه امبارح ده ميد ان ايجيبت كله من اي تو زد، صناعه مصريه. انا شفت كوادر البدلات كده والاحصنه والعربيه، يعني حاسه انك عايشه في الزمان ده خلاص، فاهم قصدي؟ انت حسيتي ان انت عايشه في الزمان ده؟ والله يعني وتشوقت قوي. تعرفي يعني ان حاجه حلوه قوي الحفل الاوبرالي غنوا فرعوني. انت خدتي بالك في كلمات مش مفهومه؟ أنا بس مش مفهومه. صح بالظبط. كل الاوركسترا والملحنين والمخرجين مصممين الازياء. تحفه والله، تحفه. لما ان شاء الله يتفتح المتحف الكبير ان شاء الله ومتحف الحضارات والحاجات دي ان شاء الله تبقى اكيد صبحيه ان شاء الله. اكيد لازم ان شاء الله. عملت تمرين ليه يا كابتن يحيى في التوقيت ده؟ عملت ليه؟ لا انا كنت عامله بدري بصراحه، انا كنت عامل الساعه 3 جيم وبعد كده طبعا بحس ان انا ادي راحه النهارده، وبحس ان كمان ان احنا ندرب من بكره لغايه اخر الماتشات. كان ان انا ما ينفعش مره يعني امبارح وادي اجازه، فيبقى عندي 8 9 ايام متواصل تدريب، لازم كنت افصل في نص يوم كده بحيث ان انا اخش على يبقوا سبع يعني 3 ايام امرن ولا حاجه وبعدين اخش على البطوله عشان زي الماتشات. طب قول، طب قول يا كابتن، انت هتلعب دورتين مجمعتين عشان بس نقول للساده المشاهدين، اربع فرق دورتين، احنا والشمس وسبورتنج، فاضل الرابع. فاضل الرابع يا اما زمالك يا اما طيران. تمام، هتلعب الماتشات امتى والدورتين ورؤيتك ليهم ايه؟ انا هبدا ان شاء الله الدوره الاولانيه يوم 9 الجمعه الجايه الساعه 2 مع رابع المجموعه، الرابع اللي هيجي كان زمالك او طيران. بتبتدي بيه الاول؟ الرابع. انا الاول الاول بيطلع اللاعب الرابع، بعد كده الاول اللاعب الثالث، الاول اللاعب الثاني. يعني الاول اول ماتش يوم الجمعه الساعه 2 هيبقى مع فريق الزمالك او طيران، يوم السبت مع الشمس الساعه 2، يوم الاحد الساعه 2 مع سبورتنج. كله الساعه 2 يا كابتن؟ كله الساعه 2. لا لا، هو اول يوم بس احنا الساعه 2 والشمس وسبورتنج الساعه 4. بس برضه هتبقى يعني مواعيد برضه بدري، مش 6 و8 يعني في العادي. يعني في العادي احنا بنتمرن 6 8 بالظبط، بس دلوقتي 2 و4. طبعا انت بدات عشان كده بدات تعمل تمريناتك بدري. تمام، بدري، وان شاء الله يوم الخميس برضو اللي هو قبل الماتشات برضو هيبقى التمرين برضو الساعه 2 في ميعاد المباريات اصلا. يعني طب هتعسكر في مجمع الدكتور حسن مصطفى؟ هتعسكر هناك ولا لا في؟ ان شاء الله ان شاء الله انا داخل معسكر من يوم الخميس الجاي على طول، يعني هعمل تمرين في اكتوبر ان شاء الله، ربنا يسهل ان شاء الله، واطلع على الاوتيل. ان احنا عاملين برنامج برضو زي ما حصل في الكاس، ان احنا كنا قاعدين برضو في اوتيل في الكاس، هنقعد في نفس الاوتيل. ان احنا عاملين برنامج عشان طبعا عندنا محاضرات والكلام ده كله، بحيث ان نقعد مع بعض اكتر وقت ممكن، بقى يقعدوا مع بعض نشوف نقاط الضعف والقوه. ان احنا عندنا 3 مباريات مش مباراه واحده، احنا عندنا كل مباراه لازم توزع بالشكل بالظبط. في شغل عليك وشغل على اللاعبات كمان. انا كده كده بوزع الحمل بالنسبه للبنات، يعني البنات بسم الله ما شاء الله، البنات دلوقتي انا عندي 16 بنت مثلا هم مساجين بيلعبوا، يعني ما عنديش احتياطي. انا بالنسبه لبلدي كده ما عنديش احتياطي، انا عندي كل البنات بتلعب بمستوى كويس، حتى لو في ماتشات متوسطه بلعب كل الناس برده، واطلع وانزل على حسب رؤيه الماتش طبعا. سندس كابتن يحيى معاكم طيب ولا؟ طيب والله. لا بصي، هو كابتن يحيى في الملعب حاجه تانية، بس بره بيتحول. حاجه والله يعني بره بيبقى طيب ولطيف. بالظبط، بس في الملعب لا مفيش. بس على مفيش. بس ده الصح، بس حاجه حلوه لنا اكيد. بالطبع، واحنا لازم نفرق كمان بين جوه الملعب وبره الملعب حتى في حياتنا اصلا. صحيح. الحمد لله. يعني انا بص رايحي، انا حابب جدا ان هم طبعا زي اخواتي الصغيرين او بناتي، يعني جوه الملعب ده شغل، انا عايز اوصلهم من الحته دي. ده بره جوه المستطيل ده شغل بالظبط، بره اعملي انت عايزاه وكل حاجه، يعني فاهم قصدي؟ اقدر ظروفك وكل حاجه. طبعا اكيد لازم اقدر ظروفها، واذا كان في اصابات، اذا كان في حاجه شخصيه او الكلام ده كله يعني. بس احنا دايما عشان احنا مضغوطين وعايزين نكسب 3 بطولات،
انا مضغوط مثلا او البنات مضغوطين عايزين يحققوا اصلا حاجه، عشان مش انا مضغوط بس، البنات هم بنفسهم اصلا. يعني انا كنت بتكلم النهارده وانا راجع من الشغل مع نصرة ان احنا بكلمها ان احنا لازم نركز الفتره الجايه دي وان شاء الله، وهي قالت لي ان احنا ان شاء الله مركزين وربنا يكرمنا. ويعني هي قالت، وكان دايما بتكلم مع البنات لازم يبقى في حوالي 5 دقايق أو 10 دقايق قبل التمرين هنتكلم، حتى هنعمل ايه النهارده في التمرين، وايه المشاكل اللي عندنا واجهتنا في الماتش اللي قبلنا، والكلام ده كله بالظبط. فلازم يحصل، لازم يحصل فيه كلام بيننا، حتى لو انا بشرح لهم ولا حاجه بشرح لهم ليه ايه الهدف من الشرح. يعني صحيح يا كابتن، والله انا الوقت بيمر سريعا، والحقيقه انا مبسوط جدا بحجم الجهد اللي انتم بتعملوه. كابتن يحيى يوسف المدير الفني لفريق كره النادي السيدات، بشكرك شكرا جزيلا وبارك لك طبعا. ربنا شكرا جدا يا فايز، ربنا يخليك. سندس حشانه التونسيه المصريه بقى، خلاص نعتبرك مصريه واحده مننا، خلاص باسبورك هيطلع. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا عايش، والف مليون مبروك على بطولتك. بارك الله فيك. شكرا عايشك. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ومكملين معاكم، وعندنا كلام كتير لسه، هينضم ليا اسراء السيد ودعاء حلمي، ولكن بعد فاصل.